أسرة الحدث 24 تتمنى لكم رمضان مبارك كريم. مشاهدنا الكرام، رمضان مبارك سعيد، أهل الله الله عليكم باليمنى وبركات. شدة مباشر من مدينة وجدة، اليوم كيتواجد معنا زريقة واللي معروف أنه كان بغي يتزوج شابتين جبيبيات كما قال هو، وأيضا كيتواجد معنا ملك وسيم اللي خدا وحدة فيهم لكن ما كملش، ما عرفت كيش راه الفترة قاعد يقولنا شنو اللي خلاه باش أنه ما يكملش في ديك العلاقة الزوجية معهم. إذا معنا على المباشر مشاهدينا الكرام، كنتمنى أنكم تشاركوا معنا هذا البث المباشر وأنكم تبارطاجوا معنا مشاهدينا الكرام باش نتعرفوا على الجديد وشنو شنو شنو كيوجد ملك وسيم بمشاركة زريقة واللي كان باغي ياخذ جوج فتيات. يلا إذا السلام عليكم خوش. السلام أخويا صحفي صحفي. مرحبا، الله يبارك فيكم، بارك العواشر، الله يبارك فيكم، قبل عام جديد ان شاء الله، رمضان مبارك سعيد. الله يبارك فيك خويا، كيفك تجوز رمضان هذا؟ بخير اخويا، غير النعاس ورقص. كاين شي فلوغ كنتي مشى للسبيكتاك؟ راني ندير انا لاشين يوتيوب، ولكن ما ترى شين يوتيوب لحقاش ما نهضروا الصح. المغاربه كيتبعوا غير التفاهات، المغاربه كيتبعوا غير التفاهات لحقاش انايا نعرف بلي بزاف وجدك كيكرهوني، بزاف ما كيحملوش لحقاش درت واحد الخطا وكنستعرف. وداك النهار قلت لهم اودي درت فيديو في اليوتيوب كاع فلاشين ديالي الطيب عاصم، قلت لهم اودي داك البنات الجبيبيات هذوك ماشي من وجده، اصلهم واحد القريه من فاس وما كيمثلوش وجده، وانا غلطت وكنطلع المغاربه مستمع داك الشيء غير تمثيل وداك الشيء غير كذوب، وكنت فاهمين غير على البعد باش نطلعوا لاشين يوتيوب. هذا الشيء اللي كاين نعاود نصحوا المغاربه في هذا الشهر المبارك، كنقول المغاربه بلي داك الشيء ديال الزواج وبيبيات داك الشيء غير كذوب وغير تمثيل. انا استعرف وكنطلع المغاربه، كنشوفوا انا ملك وسيم مشاو داو وحده فيهم. اودي هذا مضرب مقلى، هذا كاع مد اخويا رواد كاع مفعفع هضر معاهم. السلام عليكم، معكم نصير بن زكريم مرقب ملك وسيم. كما كنت فراني انا وخويا الطيب، حنا كنوجدوا واحد السبيكتاك ان شاء الله. لا زاد ظلهم على السبيكتاك هذا نهضروا عليه، ظلهم على زواجك مع بيبي ان. كنت تزوجت بديك البنت وزريقه ما خداهمش اللي كان هو الاول. لا انا ما ديهمش اخويا، ما ديهمش اخويا وحده وما سابقا شي مشاكل. لا قول لهم غير تمثيل. لا شوف اخوتي المغاربه، قول لهم شوف ما نكذبش على المغاربه، انا درت غلط كنستعرف داك الشيء غير كذبوا غير تمثيل. هذا ماده ما عندوش تسليب فرات مالو، طايب من بعد ديك التربيه فرات مالو بوطه خاويه وورد الشمه، ما عنده لا زواج لا والو. قول لهم الصح داك الشيء اللي كاين غير اخوتي. شوفوا كنت فاهمين غير البوز، ما كان لا زواج لا والو. انا اخوتي ما نتزوج وخاطيني الزواج هذه الديكاوريه ان شاء الله تمتشى لهم سكون في الابيب بون فينا. انا كنستعرف غلطت على المغاربه سمحوا لي، انا ما بديش بيبيات، هذا خو بيبيات، هذا خو العروسه بيبيات. كيفاش اخويا ملك وسيم انت كيف راك تشد تبدا فيهم؟ لكن كنشوف انك ما كملتش في العلاقه الزوجيه. ما كملناش، كنا باغيين باش نطلعوا المشاهده ديالنا. لاخص المغاربه كيتبعوا التفاهات، حنا خطه نقول لكم الصح، كنت فاهم انا ونوصل على خطه باش نبينوا المغاربه، ولكن المغاربه يتبعوا التفاهات. لاخص كنقول لهم باللي صوبنا شي صاروخ ولا دواء واحد ما تفرش فينا، بين غادي ندوي جوج كلشي يبقى يعني المغاربه اللي كيشجعوا التفاهات. واحد المونغولي راه معنا دابا باين اخته راه يدير ليها هكذا. لا اسكت، لا بيبي حدني شوف المسكين خلينا هذا هو هرب كاع الماندا مشات له، راه بعدا نفتحوا يما تيماك في اللايف روح. المهم اخوتي هي هذه، احكي لنا كيفاش تديتي وحده فيها؟ صافي صافي كيف نقولها واش حنا غادي ندير السيف ولا صافي. اصبر اصبر المغاربه، هذا السيد مفعفع ما ديروش ما عرفتش يهضر. انا اولا كنطلب السماح من اي مغربي من اي وجدي من اللي كذبنا عليكم، انا كنطلب السماح وكنستعرف. حنا خوتي كنا غير نمثلوا داك الشيء غير كذوب، ما كان لا زواج لا بيبيات. هذوك خوتي الله يسهل عليهم وراهم دابزوا على لاشين يوتيوب، انا خاطيني بهم. والبارح صونات لي قالت لي نولي ونكملوا ما نكملوا، قلت لها انا خاطيني، انا درت غلط نستعرف، لقيت مساكن مع دارنا مع صحابي مع كل شيء كاع سبوني، ما قالك شوت وجاده، انا واخا ما شوت انا كنمثل راسي ولا كيمثل راسو. المهم لقيت انكم جمعت انت ومولك جمعنا، عندنا واحد العرض كوميدي فيها لي ستاند اب وفيها اللوائح المسرحيه وفيها الموسيقى وفيها المهم غادي ندير واحد العرض في جوج ديال السوايع بعنوان لا كاسا دو باب شادي عبد الوهاب، غادي يكون انا طيب زريقه نصر مفعفع ما ديروش عليه، معنا الفنان كمال هبارينا ويك ويك فتيحه ديالي كوكو فتيحه اللي هو ملك الراي، معنا السي نصر واحسان ويوسف وامين ويونس ثنائي العقل. المهم بغينا نديروا الكوميديا. شنو هي الفكره نتاع العرض؟ الفكره غادي يخلوها سكري، غادي نطلبوا من مراتي ديال حياة 24 اللي تفرجت لنا باش ينشر لنا الا بغى يعاوننا اعلاميا، لقاش لوحه مسرحيه بعنوان لا كاسا دو بابيل عبد الوهاب، يعني احنا لا كاسا دو بابيل بنفس الكسوا بنفس الماس نهزموا عليها من وجده باش نقص لهم بالضحك. تفضلوا. هذا هو الموضوع ديالنا كما قلت. الدور نتاعك انت يا انا غير راني نحاشي وصافي. انا غير مدخلني الطيب. لا لا انسان لا لا عنده سكتشات ديالو يشارك معنا في اللوحات الفنيه. تو انا فنان عنده بطاقه الفنان وانا عندي بطاقه الفنان. هذا الشيء اللي كاين.
كما قلت لكم سي طيب راه حنا موجدو هذه ان شاء الله كتصادف مع سيدي عبد الوهاب غادي يكون ان شاء الله يكون ان شاء الله نهار السبت المركب الثقافي مع 8:30 تاع الليل ولا 9 تاع الليل غادي يبدا السبيكتاكل 11 غادي تكون واحد السوايع ديال الضحك واللي بغى يجي مرحبا به واللي بغى يقطع التيكيه غادي نخليو لكم النمره ديالنا هنايا في هذا الحدث 24 اللي بغى يقطع التيكيه ولا بالنسبه للناس اللي وجدوا اللي بغى يتفرج النمره ديالي بعدا ديالي انايا هي 07 70 70 20 05 وغادي الطيب يقول لكم النمره ديالو 06 60 78 04 03 اللي بغى يعاون معنا في التيكيت غير ثمن 30 درهم على الاقل حنا كديال القاعه والماتيريال ولي ميكرو والكسو ديال كاتا دي بابير والطباعه المهم خصنا ديال شهر باش نخلص اخوتي واش متعاون انتما خرجتم متفاهه اول انا كنطلع انا شوف انا كنطلب صح المغاربه كنعاود كنقول للمغاربه اخوتي اسمحوا لي انا كنستعذر خطا كذبت عليكم قلتكم باغي ندير جبيبيات ما كان لا بيبي ولا دجاج انا هذوك كنت فاهم غير البوز ودايرين تمشي ليا كنقول لكم علاش دابزنا ولا ما يتيغكونوا هذا الفيديو في تافوغالت وقلت للكبيره قلت لها ودي الصغيره اختك زينه عليك والدابزو تما على كلمه اختك زينه عليك تفارقنا على هذا الشيء كامل وديجا راكم شفتوا هما الدابزو وصلوا البوليس والقيامه رجلات اللاده التلفازه المهم انا خاطينا اخوتي نعاود تصبح المغاربه وشهاده قول الصح ما تكتبش المغاربه هذاك الشيء اللي كما قلت لك طيب كنا بغينا باش تطلعوا المشاهده ديالنا ديال القنوات باش يدخلوا على لي زابوني ساعه ما استفدتوا والو وديك الخطوبه اللي درتها نوصل شكون اللي كان مدعمك ديك الخطوبه ريت هذه الخطوبه مقرعه مورد ب 4 دراهم هذه الخطوبه هذه شو راسها صاحبي واش كاش خطوبه ب 4 دراهم والله الا طورطه تاع 7 دراهم عند العيوني بو ديال بلان ب 4000 هذيك الطورطه هذيك تاكلها وتموت شكون اللي عطى الفكره نتاع الخطوبه هو هذا مسكين هذا مضروب مقل هذا قال له زيد زيد باش مضروب والله الا ايوا المهم اخوتي هي هذه وكنشكركم بزاف كنشكر كاع الناس اللي كملنا مازال ما نسكري كاع الناس اللي كيدعموه وكيبارطاجيو معاه كنشكر الناس اللي دخلوا عندي دخلت هذيك الشيء كامل اللي الناس اللي دخلوا داروا عندي ابوني كنشكرهم بزاف والمهم اخوتي انا ما نكثر عليكم ما نكثرش عليكم نتمنى كمل مالك هضر مع الناس هضر معهم وخا شمال ولا المهم اخوتي هي هذه المهم ما تنساوش ان شاء الله الموعد ديالنا ان شاء الله في مركب ثقافي نهار السبت الجاي ان شاء الله مرحبا بكم مع 9 ديال الليل سبيكتاكل غادي يكون واعر 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 بزاف جوج سوايع ديال الضحك ومرحبا بكم اللي بغى يجي يجي يقطع التيكيه لا وصل الصلاح من وجاده والمغاربه خوت وجاده انا اخويا انا غلط انا ندبت نقول لك الصح انا نطلب سمع المغاربه اخو انا نستعرف انا درت خطا شنو هذوك ندينا ندو يديهم واد ان شاء الله انا ما نديهم ما يديو انا خاطيني انا خوتي درت غلط قلت لكم ديو جبيبيات جلدان تقاد كورت في الدراهم انا زرفت نستعرف انا ما بغاش نقول الصح طلب صح المغاربه سمحوا لي المغاربه لا هضر ما بقاش هو بدا دابا راه باغي تبارك الله عليكم سمحوا لي بغيت نطلع المشاهده وعاونوا لي باش يعاونوا خلاو ما عندهم باش يعاونوا ماشي عاونوا ابوني انا جوج دولار دخلت هذه 3 سنين جوج دولار والو خوتي المغاربه اللي بغيت نقول لكم واحد الميساج بقاش اخوتي ندعموا التفاهه والتفاهين علاش ماشي واحد كيكون مثلا يصاوب شي حاجه او قلق او كتعش لي في كتجي بيت كتبقى تعري كتجيب مليون موجه لا فوت ماشي في اعلام لا فوت في بنادم اللي كيتفرج لهذا الشيء هذا واش بنادم مكبوت حنا سينا غير هذه الخطوه درناها درت انا وهذا بنادم هذا ولا نديروا هذا الفيلم وهذه القصه باللي بغينا نديو الجبات وغادي يدوزوا علاش باش نبينوا باللي الناس هما اللي كيشجعوا التفاهم الناس هما اللي كيبغوا هذا الشيء هذا ماشي حنا مما الخوت بغيتوا تشوفونا كفنانين طيب عاصم ولا شين يوتيوب ونصير بن زكري نهار السبت ان شاء الله المركز الثقافي 16 افريل واللي بغى يدخل الفيسبوك ديالي الطيب عاصم يشوف لافيش تمون ولا التليفون يعيط لنا خوتي شكرا لكم ومبروك العواشر تهلا فراتكم بالسلامه وباي